الله أول كوس التحدي ظهر التحدي جليا، وهنا أيضا قادمة هذا الشوط قادم التحدي مع الجعدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة أيضا قناة ياس الفضائية وقناة الدوري والكاس ضمن فعاليات وختام المرموم 2023 يوم الإذاع. الكاس الأول والكاس المفتوح وذهب مع وقع مع شعار معالي علي بن حماد الشامسي، تهانينا البومانع ولمحمد بن علي والمانع بن علي وأيضا الهداف هادف بن حمد بن حفصان المنصوري على هذا الأداء المتميز مع هذا الهجن ومع هذا المركاض ومع هذا الختام. مباشرة نسير بكم مع هذا الشوط، شوط الإذاعة الجعادين، الشوط المفتوح، شوط البندقية، شوط المليون، شوط تسعيرة هجن العاصفة. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط اللي نرى اللي في المركز الأول في هذه اللحظات، الشارد لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. ننتقل إلى المركز الثاني واللي على المركز الثاني مكلف على المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري. وفي المركز الثالث أيضا هنا شعار هجن مرقم على العنوان الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع من الجانب الثاني، من الجانب الثاني اللي على المركز الرابع نشوف المخباط على المركز الرابع للسيد زيب بن راشد بن سيف الشامسي. المركز الخامس، المركز الخامس وصل شعار بن حماد قادم بقوة على ظهر سمران المانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي بإدارة علي بن سعيد الزرعي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز الخمس الأوائل، شوط البندقية، شوط الرمز، ولا زال اللي على مقدمة هذا الشوط الشارد. الشارد لا زال شارد حتى هذه اللحظات بشعار رجل المفاجآت، بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. يا سلام يا سلام يا بن نصرة، أشوف شوفوا القادم، أشوفوا القادم بهذه اللحظات. رشعار الصعب قادم بقوة على المراكز المتقدمة في هذه اللحظات، والم والم وهو والم محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث سمران مانع بن علي بن حماد الشامسي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ناخذ اللي على المركز الرابع مكلف اللي على ولا مخباط، مخباط لكن هنا 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 قدوم ايضا قدوم من الاستجاري الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الخامس، المركز الخامس اللي على المخباط للسيد سيف سيف بن راشد بن سيف الشامسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. نرجع إلى شعار بن نصرة، شعار المفاجآت على ظهر الشارد، عصاته في الأبطان أداء متميز منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وهو يتطلع للبندقية للفوز بهذا الشوط بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري. لكن والم والم وهو والم بشعار الصعب، بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المركز الثاني. المركز الثالث الاستشاري، في المركز الثالث الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع سمران على المركز الرابع في هذه اللحظات المانع بن علي بن حماد الشامسي. وفي المركز الخامس مخباط للسيد سيف بن راشد بن سيف الشامسي.
هذه النتيجة، هذه النتيجة. والم والم للبندقية، يبي يسلم على هالي مرغم بمقدمة هذا الشوط بهذا الشعار، شعار صعب المضمرين بشعار بو سلطان محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي مع والم على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الشارد على المركز الثاني لسعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، وفي المركز الثالث الاستشاري على المركز الثالث الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع من الجانب الثاني سمران لمانع بن علي بن حماد الشامسي، وفي المركز الخامس مخباط للسيد سيف بن راشد بن سيف الشامسي. هذه النتيجة. وين والم الأغرب للبندقية، الأغرب يقول بالبندقية والم على المقدمة بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني مخباط قادم سيف بن راشد بن سيف الشامسي. المركز الثالث سمران المانع بن علي بن حماد الشامسي. المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الرابع قدوم على المراكز المروح للسيد حمد بن سالم بن نصرة العامري، وفي المركز الخامس الاستشاري الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. روح يا راعي والم، الجماعة غادمين. ها هو والم بشعار محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي على المقدمة. الشقي قادم مع مضبوط، وانت مضبوط يا حمدان يا بن سعيد يا بن يابر، يبحث عن الرمز الثاني في هذا المهرجان. قادم مع مضبوط وهو مضبوط. يا سلام يا الشقي، الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم مع مضبوط، لكن والم يقول انا والم للتحدي، والم للمنافسة بشعار الصعب ومضبوط. الصعب والشقي، الصعب وشيموم قادم، شغموم قادم ايضا بقوة على المركز الثالث، لكن والم مضبوط للبندقية. يلا يا عبيد، يا بن محمد، يا بن سلطان، يا بن مرخان، الاجتبي البندقية في يدك، البندقية ليدك. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. سلام يا هالي مرغم، سلام على فوزي والم ببندقية هذا الشوط. المركز الثاني مضبوط حمدان بن سعيد بن يابر. المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث شغموم على المركز الثالث للسيد مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري. المركز الرابع عفريت على المركز الرابع للسيد مبارك بن حسين بن راشد بن حسين المري. المركز الخامس سمران للسيد مانع بن علي بن حماد الشامسي. هذه النتيجة. يا كان صراع قوي على البندقية ما بين والم ومضبوط، لكن والم قال أنا والم. بعد 3 كيلومتر سيطر حتى خط النهاية بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، قاطع مسافة 6 كيلومتر في زمن وغدرة 8:50، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لصاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، والبندقية الثانية مع الحجايج قاصد ومع الإذاعة أيضا والم. سلام يا مرغم، سلام، سلام يا أبو سلطان. تهانينا لسعيد بن سلطان بن مرخان، وإلى عبد الله الغفيلي المضمر، وإلى عبيد، وإلى سلطان بن مطر بن مرخان، وكل المرخان نقول لهم الناموس. المركز الثاني مضبوط ايضا ما قصر، وهو اداء مضبوط حصل على المركز الثاني 8:59. تهانينا الحمدان بن سعيد بن يابر، والذي وصل في المركز الثالث شغموم على المركز الثالث قاطع مسافة 6
كيلومتر في زمن وغدره 8:53.7 تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان،